بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسعد الله أوقاتكم بالخيرات وعمرها بالطاعات، ووفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى. أسعدنا وإياكم الليلة الحقيقة في هذه الصحبة الماتعة للحديث حول موضوع هو في غاية الأهمية ويستحق التواصل والنقاش والمتابعة والمدارسة والأخذ والعطاء بكثرة حول هذا الموضوع. لماذا؟ سيتبين لنا خلال اللقاء بإذن الله ما الأهمية لهذا الموضوع ولماذا الحديث عنه، وخصوصا في منصة من منصات تعليم ونشر وخدمة كتاب الله، منصة آيات. بعد هذه بدء الحقيقة تقدم بالشكر إلى حساب تويتر لمؤسسة آيات على دعوتهم الكريمة لتقديم هذا البرنامج، والذي هو يأتي ضمن مجموعة لقاءات وحلقات معنية برفع كفاءة وتوعية وخدمة المهتمين والعاملين والمعنيين بتعليم كتاب الله عز وجل وتدريسه وخدمته. أسعد وإياكم الليلة بالحديث حول موضوع كيف أبني نفسي كمختص بشكل عام، وبشكل أخص في مجال كتاب الله عز وجل، كيف أكون مختص في هذا المجال. والحديث سوف يكون بشكل عام يخدم من هم معنيين بكتاب الله عز وجل وغيره من المجالات، لن يكون فقط الإسقاط على كتاب الله أو على مجال القرآن الكريم، بل سيكون في مختلف المجالات. سأتناول الحديث في مجموعة محاور، أرجو أن الوقت إن شاء الله يطرح فيه البركة ونستطيع أن نلم بأطراف الموضوع. الموضوع كبير الحقيقة، وهو يعني الحديث عن التخصص يعني ينتابه تحدي، أن موضوع توجيه الناس للتخصص الأنسب لهم في حياتهم للأسف ليس هو من ضمن أحد العلوم أو أحد مجالات المعرفة، إنما هو متوزع بين العلوم، منتشر بين مجموعة من العلوم. فحينما نريد أن ننظر لقضية التخصص ونتكلم عنها، نحن الحقيقة نقفز من علم لآخر، فنجد فيما يتعلق بعلم النفس حديث عن مجال التخصص، في الإرشاد المهني نجد كلام عن التخصص، في الموارد البشرية نجد كلام عن التخصص، في علم الإدارة نجد كلام عن التخصص، وهكذا في أكثر من مجال وأكثر من علم. ولذلك الحديث في هذا المجال ليس بالأمر اليسير، المراجع تكون في العادة متعددة وكثيرة ومتنوعة ومتشعبة، وبعضها أبحاث عن أوراق بحثية علمية، وبعضها مراجع في مجال في علم يعني مستقل بذاته. لكن الذي حصل أني لملمت هذا الموضوع، ومن خلال خبرتي في هذا المجال يعني ما يقارب 10 سنوات أكثر في الإرشاد والحديث والكلام عن التخصص، وجدت بعض الإشكالات الرئيسية التي قد تعوق البعض في رحلته نحو صناعة نفسه كمختص. وأنا أعتقد بالدرجة الأولى أن المشكلة هي مشكلة القناعة بأهمية التخصص، وقناعة بحتمية الخطوات التي ينصح بها المهتمين بهذا المجال في بناء نفسه كمختص، ثم بعد ذلك تطبيق الأدوات. الإشكالية لدينا في هذا المجال تنحصر بشكل رئيسي في مدى قناعتنا بأن نكون مختصين، ومدى صبرنا وتربيتنا لأنفسنا أن نسير على طريق صناعة المختص. خلال هذه المسيرة في الإرشاد والعمل والتوجيه والكتابة في موضوع التخصص، وجدت من الإشكالات الرئيسية أن الصبر على بناء النفس كمختص هي من التحديات الكبرى التي تواجه الأشخاص في هذا المجال. اليوم بنحاول نلملم الموضوع ببساطة إن شاء الله، لن نتطرق إلى بعض القضايا التفصيلية أو بعض القضايا اللي يمكن ما تعني مثلا الإنسان فيما يتعلق ببناء نفسه، يمكن تعني المهتمين بالإرشاد لاختيار التخصص، لذلك سأتجاوزها وأركز على فقط بناء الإنسان نفسه كمختص. ورحب بكم بأي استفسار أو نقاش أو مداخلة، الحديث لن يكون باتجاه واحد، بل أرحب بأي تعليق أي سؤال أي كذا، ونسأل الله أن يكون يعني الخير حاضر في هذا اللقاء، وأن يكون لقاء طيبا مباركا. نبدأ على بركة الله. عند الحديث عن أي قضية يجب أن ننطلق من المفهوم. لما نتكلم عن تخصص، ماذا نقصد بكلمة تخصص؟
هذه من القضايا اللي يقع فيها إشكال في بعض الأحيان، الناس لا تفهم ماذا نعني بتخصص. أذكر أنه في بعض البرامج التدريبية لما أسأل المشاركين ما هو التخصص تأتي إجابات متباينة، والإجابات هذه المتباينة ليست اختلاف تعبير عن قضية واحدة، لا، هي اختلاف مضمون، اختلاف رؤية لموضوع التخصص. فلما نقول كلمة تخصص كيف نستطيع أن نفهمها؟ أنا أعتقد أن من الأشياء اللي تساعدنا على فهم أي موضوع من المواضيع هو أن ننطلق من اللغة. اللغة كيف تكلمت عن موضوع التخصص؟ كيف تناولت موضوع التخصص؟ ما هي المرادفات لكلمة تخصص والتي من خلالها ممكن أن نفهم ونستوعب ونستوضح فكرة التخصص؟ سأذكر لكم مجموعة من العبارات أو المرادفات لكلمة تخصص والتي ستلقي الضوء بطريقة أو بأخرى على هذا المفهوم وتساعدنا على تجرية المفهوم واستيعابه وبالتالي حسن التعامل معه. مثلا المراجع اللغوية التي تناولت هذا الموضوع ذكرت مجموعة من المصطلحات كرديف لكلمة تخصص أو للكلمات المتولدة من نفس جذر هذه الكلمة. أعطيكم بعض الأمثلة. مثلا اللغة تقول أن مفهوم تخصص يقصد به الاصطفاء، فلما نقول أنا اختصيت شأن من الشؤون دون غيره معناه اصطفيته، والاصطفاء غير الاختيار. لما أقول اخترت كتاب من كتب فأنا اخترت هذا الكتاب دون أي ميزة أراها في هذا الكتاب عن باقي الكتب، لكن لما أقول اصطفيت هذا الكتاب فمعناه أن هذا الكتاب اخترته وميزته على غيره. فلما نقول إنسان مختص معناه إنسان اصطفى علم من العلوم أو مجال من المجالات أو مهنة من المهن أو مجال معرفي اصطفاه، اختاره وفضله، فضله بناء على معايير معينة فأصبح مختصا في هذا المجال. هذا المفهوم الأول لكلمة تخصص، الاصطفاء. هذا يساعدنا الآن في مفهوم التخصص أنه ليس قضية اختيار مجرد، بل هو اصطفاء، هو اختيار بتفضيل. لما أقول أني تخصصت في مجال اللغة العربية فأنا اخترت مجال اللغة العربية واصطفيتها على غيرها من المجالات، فضلته، اقتنعت به، تحمست له وبناء عليه انطلقت في هذا المجال. من المفاهيم أيضا في موضوع التخصص الاهتمام. اللغة العربية في تفسيرها لكلمة تخصص تقول التخصص هو اهتمام، اختص فلان بأمر يعني اهتم بهذا الأمر، فلان مختص بشغلة أو بقضية فلان مهتم بهذا الأمر، فلان مختص بعلم التاريخ فلان مهتم بعلم التاريخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. وهكذا هذا المفهوم الثاني. المفهوم الثالث لما نقول عن مختص، هذا مفهوم مهم لأبعد درجة. اللغة تقول أن مختص من معانيها مقتصر، التخصص الاقتصار. لما أختص بعلم الحديث أنا معناه مقتصر في تركيزي وفي اهتمامي وفي جهودي وفي بحثي واطلاعي على علم الحديث بدرجة كبيرة، مختص، مقتصر، قصر جهودي في هذا المجال. أيضا من المعاني، معنى لطيف جدا من معاني كلمة تخصص، وهو التفرغ. لما نقول فلان مختص بأمر من الأمور معناه فلان متفرغ لهذا الأمر، فلان أبعد عن نفسه الشواغل الأخرى وجعل تركيزه منصب على هذا المكان أو هذا المجال أو هذا العلم أو هذا الدور الحياة اللي يقوم به، وبالتالي فرغ نفسه لهذا التخصص. من المعاني كذلك التي تذكر في موضوع التخصص موضوع الانصراف. من معاني كلمة تخصص انصراف. كيف انصراف؟ انصراف معناها التحول من كل الاهتمامات إلى هذا الاهتمام. هي قريبة من التفرغ، قريبة من الاصطفاء، لكنها تضيف إضافة جميلة على معنى تخصص، الانصراف. الانصراف، الانصراف عن كل شيء آخر سوى هذا العلم والانكباب عليه. هذه من المعاني. هذا لعله الآن هذه المعاني وغيرها، أنا جمعت أكثر من 17 مرادفة وتفسير لكلمة تخصص من ناحية اللغة. طيب هذه المعاني تساعدنا على أن نصيغ مفهوم بسيط للتخصص. أنا التخصص أسميه أو أعرفه من خلال البحث في الأدبيات والطروحات التي تناولت صناعة التخصص، صناعة المختص، بما يلي. التخصص هو الانصراف لتعلم
وممارسة مجال معرفي محدد. الانصراف لتعلم وممارسة التعلم هو أني أخذ المجال النظري، أخذ القواعد، أخذ المفاهيم، أخذ التقسيمات النظرية. والممارسة هو التطبيق، أني أضيف لهذا التعلم النظري التطبيق، الممارسة العملية. إذن هي الانصراف لتعلم وممارسة مجال معرفي محدد والتركيز عليه وتقديم إضافات نوعية له ومن خلاله. المختص من الميزات الرئيسية فيه أنه لا يقتصر فقط على قضية تعلم أو أخذ المعرفة دون أن يكون له إسهام، لا بالعكس هو يضيف. من العلامات الأساسية والفارقة ليه مختص أنه يضيف، يزيد في العلم، يبتكر، يفتش ويطرح ما لديه، وهذه من القضايا المهمة. إذن التخصص هو الانصراف لتعلم وممارسة مجال معرفي محدد والتركيز عليه وتقديم إضافات نوعية له ومن خلاله. لو نريد أن نعرف أو نوصف المختص، هذا التخصص، المختص من هو؟ ما العلامات التي تساعدنا على معرفة الشخص هل هو مختص أو غير مختص؟ أو حينما نبحث عن مختص للعمل معه والحديث معه والشراكة معه وبناء مشروع سويا، ما العلامات التي من خلالها ممكن أن نعرف هذا مختص أو غير مختص؟ سأذكر مجموعة من العلامات. طبعا هذه العلامات هي حتى مساعدة لك أنت كاستراتيجيات في حياتك. إذا أردت أن تبني نفسك كمختص، ابدأ اجعل هذه العلامات حاضرة في حياتك وموجودة معك، وابدأ طبقها واجعلها جزء من يومك. العلامات التي نعرف بها المختصين، أول علامة أنه يعمل في هذا التخصص. حينما أقول إنسان مختص في اللغة الإنجليزية مثلا، نسأل أنفسنا هل هذا الشخص له ممارسة عملية في مجال اللغة الإنجليزية؟ شخص مختص في مجال القرآن الكريم، في مجال التفسير، في مجال علوم القرآن، في مجال قراءات، في مجال كذا، هل له عمل ممارسة في هذا المجال؟ والعمل قد يكون عمل رسمي بتفرغ ووظيفة رسمية كاملة، وقد لا يكون كذلك. ومن الواقع أنك تجد وظيفة عمل ملائم لك في مجال تخصصك، هذا الحقيقة ليس بالأمر اليسير، ليس متاح لكل التخصصات ولا لكل الأشخاص. بعض المجالات المعرفية إذا تخصص فيها الإنسان يجد فيها وظائف، يجد فيها أعمال، يجد فيها مهن ممكن ينخرط فيها ويكون حقيقة موظف وعامل ومنتسب فعليا إلى هذا المجال. لكن ليس كل الناس يجدون هذا الأمر، وليس كل التخصصات أيضا هذا الأمر متاح إليها. لذلك أنا أقول في هذا المجال إن لم يتيسر لك العمل بشكل رسمي وكامل في وظيفتك، فلا أقل من التعاون، على الأقل وظيفة جزئية، أو على الأقل شغل جزء من وقت الفراغ بتطوع في هذا المجال، أو زيارات للأماكن التي تعمل في هذا المجال. المهم في الموضوع أن لا تنقطع عن ميادين تطبيق التخصص بشكل عملي وفعلي. نحن نتكلم عن صفات المختص، وذكرنا الصفة الأولى وهي صفة أنه يعمل في مجال التخصص. الصفة الثانية أنه ينتفع بالتخصص. يعني أكبر دليل على تمكنك من تخصصك هو انعكاس هذا التخصص على حياتك. فلما نجد إنسان مختص بمجال المجالات وفي نفس الوقت يعاني في حياته بسبب قضية لها علاقة بهذا المجال، نقول يا أخي وين تخصصك ما نفعك في حياتك؟ لو كان تخصصك يستحق هذا الكلام تذكر عنه، لكان أول انعكاس عليه هو في حياتك أنت. يعني مثال، لما يأتينا شخص مختص بالمالية أو الاقتصاد أو المشاريع الريادية أو كذا، وهو عنده ضائقة مالية، نقول والله يا أخي يعني هل لا كان لنفسك هذا التعليم؟ هل لا كان انعكاس هذه المعرفة على نفسك؟ طبيب يدخن، كيف أجمع بين الطب اللي هو في تعليم الناس ما ينفعهم في صحتهم وأبدانهم والابتعاد عن كل ما يضر، وأنت يا طبيب في نفس الوقت تمارس هذا الأمر اللي هو خرم والثقب في قضية صحتك أنت؟ لذلك هذه القضية الثانية المهمة في موضوع التخصص، أن ينتفع الإنسان، أن ينتفع بتخصصه، ينعكس هذا التخصص عليه. وأعطيكم مثال عليه. مثلا لما نسمع أحد المختصين في مجال كتاب الله عز وجل يقرأ القرآن، ونجد قراءته قراءة ندية عذبة، لا يوجد فيها لحن، لا يوجد فيها أخطاء، يحفظ كتاب الله بإتقان، يفهم معاني كتاب الله، ينعكس كتاب الله على حياته، أصبح يمتثل توجيهات القرآن الكريم، ينتهي عن نواهي القرآن الكريم، هنا نحن مع مختص حقيقة.
هنا نحن مع حالة فالية للتخصص، أنه استفاد وانتفع من تخصصه. هذه القضية الثانية. ما زلنا نتكلم عن صفات المختص، كيف نعرف المختص. ذكرنا القضية الأولى أنه يعمل في مجال تخصصه، والثانية أنه ينتفع بالتخصص، الثالثة أنه يعرف بهذا التخصص. معنى أنه يعرف به أنه يشرف بالانتماء إليه ويفتخر بالانتماء إليه، ولذلك في أي مكان من الأماكن تجده يتحدث عن هذا التخصص، يعرف به، يتكلم عنه، يكتب في هذا التخصص، ينشر عن هذا التخصص، يطرح كثيرا عن هذا التخصص، يعرف به، يتكلم عنه كثيرا. عرفنا من كثرة كلامه عن هذا التخصص أنه من أصحاب هذا التخصص وأنه ممتلئ من هذا التخصص. الوسيلة الرابعة التي تساعدنا على معرفة المختص أنه يطور في تخصصه، يطور، لا يكتفي فقط ب يعني أن يكون عالة على التخصص، بالعكس هو يطور، يثري، يضيف في التخصص. أيضا يحول هذا التخصص النظري إلى معلومات، آسف، إلى مشاريع عملية، تطبيقات عملية تنفع الناس. يحول المعرفة النظرية إلى برامج عملية. الآن مثلا لما نفتح الجوال ونجد تطبيق من التطبيقات التي تساعدك على مثلا فهم كتاب الله، حفظ كتاب الله، حسن تلاوة كتاب الله، هذا يدل على أن من صنع هذا هذا التطبيق أو هذا المنتج وهذا المشروع مختص بكتاب الله، حول المعرفة النظرية إلى شيء ينتفعون منه الناس. وهذا الحقيقة من الأدوار الأساسية للمختصين الحاذقين في مجال تخصصهم. هذه مجموعة من الصفات التي تساعدنا على معرفة المختص، وزي ما ذكرت في البداية أنها صفات لمعرفة المختص، وفي نفس الوقت هي أفكار لك أن تساعدك حتى تختص في مجالك وتكون متمكن منه وتنطلق فيه. طيب، ننتقل لمحور آخر في موضوع التخصص. المحور هذا أسميته قيمة التخصص. ما الحاجة للتخصص؟ هل موضوع التخصص يحتاج هذه الأهمية ويحتاج منا الانكباب عليه والحديث عنه وتفريغ الوقت له وبذل الجهد وعدم انصراف النفس إلى مجال والطاقة والجهد إلى مجالات أخرى والتركيز عليه؟ هل الموضوع يحتاج الشيء هذا؟ نعتقد يحتاج، نعم يحتاج، وسأبرهن من خلال مجموعة من النقاط التي سوف أذكرها. مثلا التخصص في البداية هو تدين. التخصص هو تدين، هو سمة من سمات اتباع وتطبيق هذا الدين الحنيف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الكلام لابد ينغرس في أذهاننا وفي مخيلتنا وفي إدراكنا. ديننا الحنيف يحظنا على أن نكون مختصين، يحظنا على أن نكون متميزين ومركزين ومهتمين ومنطلقين في مجال معرفي محدد. لماذا؟ لأن هذه هي السنة الكونية التي خلق الله الأرض عليها. الناس جبلوا على أنهم يخدمون بعضهم البعض، السخرية لبعضهم الآخر. أنا مسخر لخدمة فلان، وفلان مسخر لخدمتي، وفلان مسخر لخدمة شخص آخر. وهذا التسخير معناه أنني أملك قدرة ومعرفة ومجال متمكن منه، هذا المجال يحتاج غيري، وفي نفس الوقت أنا أحتاج المجال الذي هو مبدع فيه ومتمكن منه، فاحتياجه لي واحتياجي له هو جزء من التسخير اللي نحن جميعا مسخرين لبعضنا. حتى أكون نافع لغيري ومسخر بشكل جيد، لا بد أكون متمكن من مما بين يدي من مجال أو اهتمام. هذا جانب. الجانب الآخر، هناك بعض الإشارات المهمة والرائعة في الاهتمام بالتخصص. أضرب مثال عليها. في سورة التوبة، في قول الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية نزلت في سياق أحداث معركة، ولها أسباب النزول معروفة، والمفسرين حينما تناولوها وأسقطوها على أسباب النزول التي أشار لها المفسرين. لكن هناك اثنين من المفسرين أشاروا إشارة بديعة ورائعة جدا في تعليقهم على هذه الآية. الأول هو الإمام القشيري. يقول الإمام القشيري رحمة الله عليه كلام في غاية النفاسة، يقول: من هذه الآية نفهم أن الدين يحظنا على أن يشتغل قوم بحفظ أركان الشرع، وقوم آخرون بإمضاء الأحكام،
وآخرون بالرد على المخالفين، وآخرون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخره. يقول هذه الآية تعطينا تنبيه أننا لابد أن نوزع المهام بيننا، وأن تتوجه كل مجموعة، كل طائفة منا نحن كأمة مسلمة إلى مجال من المجالات أو وظيفة من الوظائف، وتركز عليها وتكفينا إياها وتتمكن منها وتنطلق فيها حتى تخدمنا، وغيرها من الطوائف تنطلق إلى مجال آخر وتركز عليه وتنطلق فيه. هذا قول. قول آخر للإمام ابن سعدي رحمة الله عليه في تفسيره لهذه الآية، وهو إشارة في غاية الروعة رحمة الله عليه، أذكر لكم ما ذكره الإمام السعدي. يقول في هذه الآية دلالة على أن المسلمين ينبغي لهم أن يعدوا لكل مصلحة من مصالحهم العامة، لكل مصلحة من مصالحهم العامة من يقوم بها، من يقوم بهذه المصلحة له، ويوفر وقته عليها ويجتهد فيها ولا يلتفت إلى غيرها، لتقوم مصالحهم وتتم منافعهم. سبحان الله، تعريف في غاية الروعة، أو استنباط في غاية الروعة. وكأن ابن سعد رحمة الله عليه يعيد علينا معاني التخصص التي مرت معنا آنفا. نتأمل في تعليق ابن سعد رحمة الله عليه، يقول يوفر وقته عليها، هذا انصراف، انصراف عن غيرها من المهام إلى هذه المهمة، يقوم بها، يمارسها، يعمل فيها، يطبقها، يجتهد فيها، يبني نفسه في هذه المهمة، لا يلتفت إلى غيرها، لا يشتت نفسه، يركز على هذه المهمة وينطلق فيها. لماذا؟ لتقوم المنافع، لتقوم هذه المصالح، لتقوم كفاية الأمة عموما، فلا يحتاجون إلى غيرهم، وتتم المنافع. هذا استنباط بديع من الإمام بن سعد رحمة الله عليه في تعليقه على هذه الآية التي نحن نستدل بها على أهمية التخصص، وعلى أن التخصص جزء من دين الله عز وجل، وأنك حينما تنبري لدراسة التخصص أو الخوض في تخصص أنت تقوم بأمر يحب الله عز وجل وحف عليه ديننا الحنيف. أيضا من الإشارات البديعة في هذا الموضوع الآية في سورة القصص، قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. يقول ابن سعدي أيضا في تفسيره أو تعليق على هذه الآية، يقول وخير أجير استأجر، خير من يقوم بالأعمال، أفضل من نسند إليه المهام، أعلى كفاءة بمصطلحنا الحديث. ما هي أعلى كفاءة؟ موجودة نحرص عليها وعلى استقطابها وعلى توظيفها وعلى العمل معها، من اجتمع في صفتين. يقول من اجتمع في صفة القوة، وهي القدرة على القيام بالعمل، وهي التمكن من العمل، وهي حسن أداء العمل، التخصص بين قوسين، والثانية الأمانة، أنه يقوم بهذا العمل دون أن يجترح من هذا العمل أو دون أن يخون في هذا العمل. يقول خير أجير استؤجر من اجتمع فيه الصفتين، القوة وهي القدرة على ما استؤجر عليه، والثانية الأمانة بعدم الخيانة. وهذا الوصفان ينبغي اعتبارهما في كل من يتولى للإنسان عملا بإجارة أو بغيرها. هذه من الاستنباطات الجميلة التي نحن نتكئ عليها في الحديث عن التخصص والكلام عن التخصص والتسويق للتخصص وحظ الناس عليه. طيب استشهاد آخر، حديث من أروع الأحاديث يرويه عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، يقول في قصة الأذان المشهورة لما أراد المسلمين أن يجعلوا لهم طريقة للنداء للصلاة في الحديث المشهور، فيقول عبد الله بن زيد أني ذهبت ونمت فرأيت في الرؤيا أن رجل يأتيني، رجل أبيض ويلبس الأبيض، ويأتيني ويقول ما لك يا عبد الله، أو كان هذا الرجل معه ناقوس، فقال له عبد الله بن زيد يا عبد الله تبيعني الناقوس؟ قال ما تريد بالناقوس؟
قال أريد أن نضعه في المسجد لندعو به لوقت الصلاة. قال ألا أدلك على ما هو خير من هذا؟ قالوا ما هو؟ قال إذا حضرت الصلاة يقوم أحدكم ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن، إلى آخر عبارات الأذان التي نعرفها. يقول عبد الله بن زيد فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر وأخبرته بالرؤية، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم، هنا الشاهد، إن هذا رؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه ما سمعت، فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به. الذي رأى الرؤيا هو عبد الله بن زيد. لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل بلال من يقوم بهذا الأمر؟ نعم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر لقضية مناسبة الشخص للمهمة التي يقوم بها أنها قضية أساسية. بلال رضي الله عنه كان لديه من الميزات، من القضايا التي تجعل مؤهل للقيام بهذه المهمة، أفضل من عبد الله بن زيد، كان جهوري الصوت، كان حسن الصوت. وقالها النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإنه أندى منك صوتا، يعني أنه أقدر على القيام بهذه المهمة منك يا عبد الله بن زيد. وهذا كان ديد الحاضر في حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام، أن الأداء لأي عمل من الأعمال يسند إلى الشخص الأنسب الأكفى الأكثر مناسبة الأكثر قدرة على القيام بهذا الأمر، وهذه قضية أساسية. طيب أختم بحديث يروى عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، في سنده كلام لكنه يروى عن المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو شاهد جيد. يقول لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص أميرا على الجيش قال إني لأبعث الرجل وأدع من هو أحب إلي منه. في تكليف النبي صلى الله عليه وسلم بعض صحابته في بعض المهام، ليسوا كلهم الذين تولوا المهام هم أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بيّن هذا أنه حينما يكلف شخص بمهمة من المهام ليس لأنه هو الأحب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يكون غيره أحب منه ولم يولي الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول لماذا أقوم بهذا الأمر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يقول يفسر هو عليه الصلاة والسلام، يقول ولكن لعله أن يكون أيقظ عينا وأشد سفرا أو قال مكيدة. وهذه الحقيقة دستور التولية أو الإسناد لأمر من الأمور يكون للأكفى للأكثر مناسبة في القيام بالمهمة بالعمل، وليس للانطباع الشخصي أو للقرب أو للاستئناس أو للألفة أو لغيرها من الأمور. بمعنى أن الإنسان المناسب لمجال المجالات هو المخول بالقيام بهذا الأمر، الإنسان الذي يضع نفسه في التخصص المناسب له هو المناسب للقيام بالمهمة، الإنسان الذي يقوم بأعمال يتقنها هو الأحق بالقيام بالعمل. وهذا فيه إشارة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يدفع الناس إلى أن يكونوا مختصين في المجالات التي يتقنونها، التي يتميزون بها، التي يفوقون غيرهم فيها، لأنهم إذا قاموا بهذا الأمر هم الآن المخولين لاستلام زمام الأمور ودفة القيادة في أي قضية من القضايا. هذه الأحاديث حقيقة فيها الكفاية وفيها الغنية، أن قضية التخصص هي قضية من صلب ديننا الحنيف. أنا أعرف البعض يعني يترك بعض المجالات دراستها بحجة أنها ليست ذات علاقة وثيقة بالعلوم الشرعية، ويعتقد أنه يعني تضيع وقت. لا أبدا، غير صحيح الكلام هذا. كل مكان تستطيع أنك تبرع فيه وتتفوق فيه على غيرك، أنت هنا تسد ثغرة من الثغرات التي أمرنا الدين الحنيف بأن نقوم بها ونركز عليها. من القضايا التي تجعل التخصص ذو أهمية كبيرة أن حضارة الوقت المعاصر، الحضارة اليوم قائمة على التخصص وعلى فكرة التخصص. لا يمكن للإنسان الوقت المعاصر، لا يمكن للإنسان اليوم أن يكون صاحب مكانة بين الأمم الموجودة، لا يمكن له أن يحتل مكانة متقدمة وهو غير متخصص. العلوم اليوم تعقدت بدرجة متقدمة وأصبحت متراكمة ومتراكبة ومتداخلة، ولا يمكن الحلول البسيطة السطحية العفوية أن تأتي بثمرة أو تأتي بنتيجة. لا، هذا ما عاد يكفي اليوم. من أراد اليوم أن يكون له دور لابد أن يكون مختص. الصناعات والابتكارات
والأمور التي من حولنا نحن نعيش عليها هي ترى نتاج أناس مختصين، هي ترى أناس متمكنين من مجالاتهم من علومهم قدموا هذه القضايا وأصبحوا يفوقون غيرهم من الأمم. أيضا التخصص هو من أفضل بوابات المشاركة وخدمة الناس. من أراد أن يكون مشاركا فاعلا في مجتمعه التخصص هو من أفضل بوابات له. حينما تكون مختص هناك الكثير من البوابات سوف تفتح لك وسوف يكون لك مساحة للمشاركة والدخول فيها والإثراء والعطاء وغيره. أن تكون مختص يفتح لك بوابات المشاركة، الناس المهتمين بخدمة المجتمع، بتقديم الخير للناس، بمساعدة غيرهم. أفضل ما يساعدك هو أنك تكون مختص حتى تستطيع أنك تصل بإذن الله إلى خدمة الآخرين. لعل هذه من القضايا اللي يعني تكفي بإذن الله الحديث عن التخصص. طيب، وبضدها تتميز الأشياء. دعونا نشوف ما الذي يترتب على المجتمع أو على الناس حينما لا يكون التخصص قضية حاضرة في حياتهم، ما الذي سوف يحدث؟ من أول القضايا التي سوف تنتج قضية خطيرة جدا، وهي قضية يسميها المهتمين أو المختصين في مجال الصحة النفسية قضية الاحتراق الداخلي. ما هو الاحتراق الداخلي؟ تفسيره ببساطة أن الإنسان حينما يتوجه للقيام بأعمال ليس متمكنا منها، ليس بارعا فيها، ليس مخولا أو مهيئا أو صالحا للنجاح فيها، يصاب بإحباط جراء البذل الجهد الكبير الذي يقدمه، وبالمقابل النتائج المتدنية أو المتردية أو المنخفضة التي يحصل عليها. هو يبذل جهد كبير لكن للأسف هذا الجهد لا ينتج ثمار جيدة، هذا الجهد يعود عليه بإشكالات. مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة يصبح هذا الإحباط مترسخ ومترسب في داخل الإنسان، ثم تبدأ تتكون عند الإنسان قناعة بأنه لا يصلح للقيام بشيء، وأنه عنوان للإخفاق، وأنه غير مناسب لأن يكون ناجح في حياته، وأنه عالى على غيره، وأنه مجموعة من الأفكار السلبية تبدأ تترسب وتترسخ في داخله، ثم تتولد لديه قناعة بأنه إنسان فاشل تماما لا يصلح لأي شيء ولا يستحق أي نجاح. هذا الشعور السلبي يعوقه عن أي عمل وأي ممارسة يقوم بها. يصل هنا إلى مرحلة الاحتراق الداخلي. الاحتراق الداخلي يعود عليه بإشكالات نفسية تتطور مع الوقت إلى إشكالات عضوية فعليا ويصبح مريض. وهناك كثير من الحالات التي مرد المعاناة العضوية، مرد معاناة في الباطنية، في الصداع المستمر، في غيرها، هو لأنه يقوم بأعمال لا يجد فيها ثمرة، لا يجد فيها نتاج، يشعر بالإخفاق المتوالي. وهي قضية خطيرة، هذه قضية خطيرة جدا جدا جدا. أيضا من إشكالات عدم التخصص على مستوى الأشخاص ذوبان الثقة بالذات. يصبح عند الإنسان تردد كبير ورهيب إذا أراد أن يقدم على أي خطوة، لأن يقول أنا حقيقي ما أعرفها، يعني أنا أعرف بعض المعلومات البسيطة عنها لكني لست متمكن من القيام بها، وبالتالي يفقد الثقة بذاته حينما ينطلق في العمل فيها. أيضا قضية تترتب على انعدام الثقة بالذات وهي نقص الفعالية في حياة الإنسان. يصبح إنسان كسول، إنسان بعيد عن المشاركة مع الناس، إنسان قليل الحضور وقليل العطاء. ليش؟ لأنه يقول حقيقي ما عندي شيء أقدمه، ما عندي مهارة أو قضية أنا متمكن منها أستطيع أن أقدمها للناس، وهذا شيء يجعلني أحجم وأقعد وأقصر ولا أنطلق في المشاركة مع الناس. من القضايا أختار قضية أخيرة، غياب الأثر في حياة الإنسان. وهذه قضية مؤرقة في حياتنا نحن كمسلمين، ننظر لحياة الدنيا أنها معبر وجسر ينقلنا إلى الدار الآخرة، ونحن نحرص في هذا الجسر أن نترك لنا آثار تبقى لنا بعد انتقالنا من هذه الدار وتستمر فيها حسناتنا. الإنسان الذي لا يملك تخصص لن يستطيع أن يصنع أثر قوي يبقى ويستمر ويدوم. تأملوا في العلماء الكبار الذين ألفوا مؤلفات ما زلنا إلى اليوم ندرسها ونتعلمها رغم أنهم ماتوا من سنوات طويلة، من مئات السنين. هذا مرد بعد توفيق الله وبركة الله لهم إلى قوتهم فيما طرحوه، إلى تخصصهم فيما طرحوه، واحترام المهن لهذا التخصص وعدم تشتتهم في أكثر من تخصص. تأمل في بعض الكتب في الحديث، في بعض الكتب في اللغة، في بعض الكتب في التاريخ، في بعض الكتب في الإدارة، في بعض الكتب في الاقتصاد، في بعض الكتب في التقنية.
كتبها أناس مختصين ما زلنا إلى اليوم نتعلمها وندرسها، تركوا آثار. غيرهم ترك مؤسسات متخصصة بارعة وبارزة وواضحة للناس ومقدمة خير كبير. التخصص يعينك على ترك الأثر الجيد الذي يبقى، وعدم التخصص للأسف يحرمك من هذا الأمر ويجعلك لا تترك أثر يبقى بعد رحيلك. طيب، لعلي أنتقل يعني إشارة سريعة أختم بها في موضوع الأهمية، أهمية اختيار التخصص ولماذا لا نتخصص. هو ما الذي يمنعنا عن التخصص؟ الذي يمنعنا عن التخصص مجموعة قضايا، هناك مجموعة أسباب نفسية تعود إلى النفس، منها مثلا الانشغال بلقمة العيش تمنع الإنسان عن أن يجد وقت كافي ليبني نفسه في تخصصه، خصوصا إذا لم تكن وظيفته هي تخصصه. أيضا بدأ يترسخ عندنا مؤخرا أن هناك سراديب قصيرة للنجاح، وهذا كلام أبدا غير صحيح، هذا يتعارض مع سنة الله في الكون. العمل التدرجي، العمل خطوة في خطوة، هو الذي يقودك إلى النجاح بإذن الله. أما السراديب القصيرة للنجاح ليست طريق موصل للنجاح. لدينا في هذه الأوقات اللي نعيشها اليوم نسمع عن سراديب قصيرة النجاح، فيقول ليش أبني نفسي كمختص وأصرف أوقات كثيرة وجهود طويلة وفي الأخيرة لا أصل لما أريد؟ هذه من الإشكالات. أيضا التشتت والهروب من التركيز، بعض النفوس ليس لديها قدرة على التركيز، ليس لديها قدرة على المتابعة في مجال واحد، وهذا يجعلها تهرب من التخصص. أيضا هناك أسباب تربوية تمنعنا عن التخصص، مثلا منها عدم الوعي بالذات وعدم معرفة ما لديه من قدرات وإمكانات وعدم تركيزي عليها، بل انشغالي بما لدى الآخرين وأقارن نفسي بكثرة فلان ماذا لديه، فلان ماذا لديه، فلان ماذا لديه. وهذه الملاحظات والمقارنات مع الآخرين هي التي تمنعني من أني حقيقة أركز على نفسي وأصنع منها مشروع مختص قوي ينفع الناس. أيضا من القضايا التربوية شيء أسميه هوس الشمولية. البعض يعتقد أن لديه القدرة على أن يكون ملم بكل العلوم التي تشغل باله وتطرق سمعه، وهذا كلام غير صحيح أبدا. اليوم العلوم وصلت درجة من الاكتشافات والتوسع والتشعب والتفرع دل والتفرع دل والتفرع والإنتاج العلمي الغزير ما لا يمكن لحياة الإنسان أن تلم بمجال واحد. خذ مجال المجالات، لن تجد في عمرك الكفاية لقراءة كل ما كتب فيه، لفهم كل ما طرح فيه، لمتابعة كل ما يطرح فيه. العلم اليوم حسب بعض الإحصاءات تقول أنه يتكرر كل 6 أشهر. كل 6 أشهر لدينا كمية أخرى من العلوم مثل التي كانت موجودة قبل 6 أشهر. كيف سيدرك الإنسان ويلم ويتابع كل هذا؟ يمكن لبعض الناس النابغين أن يجد الطاقة والوقت والقدرة على أن يتغلغل في مجالين على الأكثر، أما الأكثر والأغلب من الناس فبالكاد أن يستطيع أن يدرك مجال واحد ويفهم دهاليزه. أقول هذا الكلام من خلال معايشتي كثير من الشخصيات ومن خلال الاطلاع على كثير من الأبحاث والدراسات والكتب التي كتبت في هذا المجال. لا يكفي العمر للملمة مجال واحد، فكيف بتشتيت النفس في مجالات متعددة؟ من الأسباب الثقافية تمنعنا عن أن نكون مختصين ضيق الأفق لدينا وعدم معرفتنا لمجالات الحياة. نحن للأسف لا نعرف ما هي مجالات الحياة، نحصر أنفسنا في مجالين 3-4 فقط ونتوقع عن هذه المجالات. مرة كنت أناقش واحد هو على وشك الالتحاق بالجامعة، ما هي المجالات التي تريد دراستها؟ فذكر لي مجالين أو 3، فقلت له جيد، في غيرها قال والله ما أعرف. أنت لما تضيق دائرة الخيارات التي أمامك أنت ترفع احتمالية وقوعك في الخطأ، لما توسع دائرة الخيارات أنت تقلل من دائرة الوقوع، تقلل من نسبة الوقوع في الخطأ وترفع بإذن الله احتمالية وصولك للخيار المناسب الجيد. هذه قضية أساسية ومهمة، وأنا أضرب مثال طريف في هذا الفكرة. الإنسان الذي يبحث عن سيارة مناسبة له وهو لا يعرف إلا نوعين من السيارات، نفرض مثلا سيارة نقل ونيت وسيارة صالون جمس، الونيت غير مناسب له والجمس غير مناسب له، فبين بين المقارنة بينهما وجد أن واحدة من السيارات هذه هي الأقل ضررا عليه، وبالتالي أخذ هذه السيارة وأصبح يتحمل النقص في هذه السيارة الذي يحتاجه. لكن لو وسع دائرة بحثه ودائرة اطلاعه والخيارات التي بين يديه
لوجد خيارات أخرى قد تكون أنسب له. هذا ينطبق تماما على الإنسان حينما يبحث عن التخصص المناسب إليه. طيب أنتقل الآن إلى كيف نبني أنفسنا كمختصين. أنا أعتقد أن الإجابة على سؤال كيف هي تأتي بعد الإجابة على سؤال لماذا. حينما لا يكون لديك القناعة القوية الراسخة بأهمية التخصص وبحتمية صناعة نفسك كمختص، لن تهتم بالوسائل. أنا أقول دائما للناس اهتم بغرس القناعة في داخلك في قضية اختيار التخصص وتوجيهك توجيه نفسك إليه. إذا غرست هذه القناعة أنت سوف تجد ألف وسيلة ووسيلة لكي تكون مختص. الوسائل دائما أسهل بكثير إذا اقتنع الإنسان. هم يقولون المحتوي يقطع المستوي. الإنسان اللي عنده قناعة قوية عنده القدرة بإذن الله على أن يولد أفكار وأفكار وأفكار في البحث عن التخصص المناسب لنفسه والتركيز عليه. بداية نحن نقسم الحياة إلى قسمين. القسم الأول نسميه قسم التلقي، وهو اللي يعيش فيه الإنسان تحت وصف أنه طالب أو متعلم أو دارس. في هذه المرحلة لا يظهر الإنسان كمختص. يعني لا يمكن أن تبدو كمختص وأنت ما زلت في مرحلة تلقي المعرفة وتلقي العلوم. الإنسان اللي يتعلم لا يظهر أمام الناس مختص. حينما ينتهي من هذه المرحلة وينتقل لمرحلة أخرى، مرحلة اللي نسميها مرحلة التطبيق أو العطاء، يظهر التخصص هنا. لماذا؟ بسبب رئيس واحد، أن تخصص الإنسان مرهون بعطائه. حينما يبدأ الإنسان يعطي يظهر التخصص. الإنسان الذي يقرأ ويبني في نفسه دون أن يكون له عطاء، نحن حقيقة لا نعرف مستوى التخصص، مستوى العمق، مستوى التمكن من المعرفة الذي لديه. لكن حينما يبدأ الإنسان يعطي ينتقل مرحلة التلقي إلى مرحلة التطبيق، مرحلة العطاء. لا، في هذه الحالة يبدأ عند الإنسان مرحلة ظهور وبروز وانكشاف التخصص أمام الآخرين. إذن حياتك مقسومة إلى قسمين. القسم الأول قسم التلقي، أنك تعيش فيه كطالب، أنت في هذه المرحلة لست مختص. المرحلة الثانية التي تبدأ فيها بالعطاء يبدأ فيها مرحلة التخصص. سؤال جميل، ما ينقطع مرحلة التلقي؟ نعم صحيح، ما ينقطع مرحلة التلقي. الإنسان يستمر في الدراسة طول عمره، لكن في مرحلة معينة من مراحل العمر ينتهي على الإنسان وصف أنه طالب. هذه حينما ينتقل الإنسان إلى العمل، حينما يبدأ الإنسان يعطي. أعطيك مثال، سؤال جيد. الإنسان الذي مثلا انتهى مرحلة دراسة مرحلة معينة، مثلا الماجستير أو البكالوريوس على سبيل المثال، بعد ما انتهى من الدراسة بدأ يكتب، بدأ ينتج، بدأ يصدر أبحاث، بدأ يقدم معرفة، حتى لو استمر في دراسته وفي تعلمه ما زال، ما دام أنه يقدم فهو الآن بدأ ينتقل لمرحلة التطبيق، مرحلة العطاء. هنا بدأ يظهر ملامح التخصص في الحياة. بمجرد أن يبدأ الإنسان يقدم ويعطي يبدأ التخصص يولد في حياته ويعرف الناس أنه مختص. طيب متى يبدأ الإنسان يعطي؟ هل يبدأ يعطي من عمر مبكر؟ ما في شيء يمنع. الشرط الوحيد لكي تعطي أن تكون متمكن مما تعطي. لا أنظر للعمر أبدا. الإنسان ممكن يعطي في عمر مبكرة إذا كان يبني نفسه من مراحل مبكرة في حياته. يعني الإنسان الذي من وقت مبكر في حياته بدأ في التعلم والدراسة والتركيز على مجال معرفي، ممكن في مراحل، يعني في أواخر مرحلة متوسطة أو الثانوية، ممكن يبدأ يقدم إذا مضى من عمر 5-6 سنوات وهو مركز على مجال معرفي محدد. ما في شيء يمنع. إذا تمكنت من مجال تستطيع أن تكون معطي في هذا المجال بغض النظر عن العمر. وإلا في أناس كبيرين، أنا أذكر أحد الدورات حضر معي شخص عمره فوق 60 سنة ليس له تخصص في حياته، لا يوجد له تركيز على مجال واحد في حياته، أمضى 60 سنة كلها في تشتت وفي عدم تركيز وفي عدم اهتمام بشيء معين. وبالتالي كان يقول أنا الآن عمري 60، حقيقة لا يوجد لدي شيء أشعر أني متمكن منه وقوي فيه. العمر ليس مقياس. بمجرد أن تبدأ في مرحلة التطبيق ومرحلة العطاء، نحن نتكلم الآن عن بدايات ولادة التخصص في الحياة. وذكرنا أن العطاء أو التطبيق مرهون بشرط، وهو التمكن
التمكن من المجال يتيح لك بإذن الله أنك تبدأ تعطي فيه. طيب يعني حتى ندرك الوقت سأنتقل إلى الوسائل التي تعيننا في بناء أنفسنا كمختصين. أنا حقيقة حرصت على أني أبسط الموضوع غاية التبسيط بإذن الله وأجعله في نقاط أساسية. طيب عنوان لقاءنا اليوم هو كيف تبني نفسك كمختص. أنت تبني نفسك كمختص من خلال طريقتين اثنتين فقط بكل بساطة. الطريقة الأولى هي طريقة التركيز، الطريقة الأولى هي طريقة التحديد ثم التركيز. إذن التحديد ثم التركيز، ماذا نعني بالتحديد وماذا نعني بالتركيز؟ سأحاول شرحه بشكل إن شاء الله سريع. التحديد أعني فيه أنك تحدد منطقتك التي سوف تتخصص فيها. هذه المنطقة اللي سوف تتخصص فيها تختلف عن مناطق غيرك، حتى لو لك توأم منطقة تركيزك أو منطقة تخصصك أو دائرة التخصص أو كما أسميها منطقة الإشعاع الحيوي لديك تختلف عن غيرك من الناس. لماذا؟ لأسباب سوف أذكرها. كيف أعرف طيب منطقة تخصصي؟ منطقة التخصص ببساطة هي المنطقة التي يلتقي فيها أمرين، يلتقي فيها عالمك الداخلي وعالمك الخارجي. منطقة التقاطع بينهما هي منطقة التركيز والتخصص التي إذا توجهت إليها وركزت إليها نحن أمام مختص بإذن الله سوف يكون له مستقبل باهر. العالم الداخلي والعالم الخارجي. طيب إيش العالم الداخلي وإيش العالم الخارجي؟ بشكل أيضا إن شاء الله مبسط، عالمك الداخلي أتكلم فيه عن ثلاث أشياء موجودة في داخلك أنت، موجودة في داخل كل إنسان، وبناء عليها يتحدد التخصص في تقاطعها مع العالم الخارجي. أول هذه الثلاث في العالم الداخلي هي قدراتك، القدرات التي أودعها الله عز وجل في داخلك. والقدرة باختصار هي المهارة أو الطاقة أو النبوغ الموجود في داخلك. هناك أناس يولدون ولديهم القدرة على الرسم، هذه طاقة، هو لم يتعلمها، هو اكتسبها، ولدت معه، هو لم يكتسبها يعني بجهد ذاتي بل هي موجودة في داخله نتيجة طاقة دفينة في داخله ناسبت قضية الرسم فأصبح عنده قدرة على الرسم من عمر مبكر. البعض عنده قدرة على الحديث دون أن يتعلم مهارات الإلقاء، دون أن يقرأ فيه عنده القدرة هذه. البعض لديه قدرة ما شاء الله على بعض الرياضات، ممارسة بعض الرياضات دون أن يتعلمها. هذه الطاقات هي نسميها قدرات. بعض القدرات مرتفع في داخلك، بعضها منخفض. ابحث عن القدرات المرتفعة في داخلك، اكتشفها، دربها، متنها، قوها، ركز عليها. هذه أحد أركان العالم الداخلي. الركن الثاني في العالم الداخلي هو ركن الميول. ماذا نعني بالميول؟ الميول نتكلم عن القضايا التي تشعر باهتمام كبير نحوها في داخلك. على سبيل المثال من الناس من يهتم أحسن الشغف، من الناس من يهتم بشكل كبير بالقراءة، يشعر برغبة كبيرة جدا بأن يقضي وقته في مجال القراءة. لا يوجد قوة ضاغطة عليه، لا يوجد تهديد، لا يوجد مردود، إنما رغبة في داخله دفينة وعميقة بحب هذا الأمر. البعض يحب العيش مع الآخرين، الانخراط مع الآخرين، المشاركة في المناسبات الاجتماعية وزيارة الناس واللقاء بهم والحديث معهم. هذا نمط من أنماط الميول والشغف. حينما تلبي ميولك وشغفك تشعر باستقرار، حينما تقصر في تلبية ميولك وشغفك تشعر باضطراب في حياتك. هناك أشياء تتقاطع بينها قدراتك وميولك، فهي في نفس الوقت قدرة لديك وميول لديك. هذه نقطة تقاطع في العالم الداخلي مهمة يجب أن تنتبه لها. النقطة الثالثة والأخيرة في العالم الداخلي هي نقطة القيم، ونعني فيها ما الأشياء المهمة بالنسبة لك، الأشياء التي تنظر لها أنها مؤثرة ولابد أن تكون موجودة في حياتك حتى تشعر بالرضا والاطمئنان عن داخلك، حتى تشعر بأن حياتك ليست تسير في الحياة في الطريق الخاطئ، بأن حياتك حياة تفخر بها تختلف عن الشغف. القيم هي القضايا التي تمثل لك قيمة عالية، أهمية عالية، وكلما كانت موجودة في حياتك كلما شعرت برضا عن ذاتك كبير،
وكلما غابت كلما شعرت بخلل في حياتك. هذه القيم مهمة. إذا لدينا ثلاث قضايا: قضية قدراتك، قضية ميولك، قضية قيمك. يوجد أشياء مشتركة بين هذه الثلاث أشياء، هي الميول وقدرات وقيم. هذا التقاطع ابحث عن الأشياء في حياتك التي تمثلها، ركز عليها، ثم انتقل وابحث عن الدائرة الثالثة كلام عنها قبل قليل، وهي دائرة العالم الخارجي. العالم الخارجي ببساطة ينقسم إلى قسمين. ذكرنا العالم الداخلي ينقسم إلى قدرات ميول شغف، قدرات ميول قيم. العالم الخارجي ينقسم إلى قسمين: ما مجالات الدراسة المتاحة، وما الفرص الوظيفية أو العملية المتاحة أمام. الواقع يتغير، واقعنا اليوم في عام 1441 ليس كواقعنا في عام 1420، ليس كواقعنا في عام 1400، ولن يكون هو واقعنا في عام 1460. كل وقت له أعطياته، له ميزاته، له مدخلاته، له مؤثراته. لابد أنا حينما أبحث عن تخصصي في الحياة اللي أريد أن أعيش فيه وأنجح من خلاله، عالم الداخلي هو هو، لم يتغير. قدراتي وقيمي وميولي موجودة في داخلي، لكن العالم الخارجي متغير. ولذلك يجب أن نبحث عن قضايا في مجالات في العالم الخارجي متوافقة مع عالم الداخلي. فأسأل نفسي: ما مجالات الدراسة المتاحة اليوم والمناسبة لعالم الداخلي؟ ما الوظائف والمهن المناسبة لهذه الدراسة والمتوافقة مع عالمي الداخلي؟ حينما تجد التقاطع بين الدائرتين الكبيرتين، دائرة العالم الداخلي والعالم الخارجي، نحن بإذن الله أمام فرصة كبيرة جدا للنجاح. هذه هي الخطوة الكبيرة في موضوع بناء نفسك كمختص، تمت الآن، وهي خطوة التحديد. أحدد ما هو المجال الأنسب لي: عالم الداخلي، عالم الخارجي، منطقة التقاطع بينهم أبحث عنها. للمعلومية، الإجابة على هذا السؤال ليست بالأمر السهل، وليست بالقضية التي تأتي بجلسة عابرة. شخصيا حتى أجد إجابة على هذا السؤال مقنع على حد ما، أخذ مني هذا الموضوع أكثر من 20 سنة في البحث والتأمل والتفتيش والتجربة والاستشارة والنقاش، حتى وصلت إلى منطقة أشعر أنها هي الأكثر ملائمة الآن لي، حتى أركز عليها وأنطلق عليها. البعض يوفق الله من البدايات أن يجد هذه النقطة، لكن في الأعم الأغلب لن تعثر عليها بسهولة، لأن تفتيشك في عالمك الداخلي يحتاج منك أوقات طويلة، ويحتاج صبر، ويحتاج تأمل عالي، ويحتاج ذكاء ذاتي عالي، ذكاء تأملي يسميه عالي. الاهتمام بالشغف عندك يحتاج اكتشاف المجالات حتى تعرف ما هو المجال اللي يشدك أكثر. القيم اكتشافها صعب. حتى تعرف قيمك لابد تمر بمحكات حياتية كثيرة، لابد تعرض المواقف شوي فيها شدة حتى تعرف ما القيمة المؤثرة عليك اللي تجعلك تأخذ القرار بالموافقة أو بالرفض. العالم الخارجي أقل صعوبة في الاكتشاف من العالم الداخلي، لكنه يحتاج متابعة وسؤال واستقصاء وزيارات وتواصل مع الناس المختصين والمهتمين حتى أستطيع أن أكتشف وين المجال في العالم الخارجي المناسب لي اللي يتقاطع مع العالم الداخلي. أحد الإخوة سأل قال: إذا تعارضت؟ ما في تعارض، بالعكس ما يمكن تتعارض. المجالات الحياتية لا حصر لها. أرجوك لا تحصر مجالات المهن والوظائف على وظيفة وظيفتين، هذا الكلام غير صحيح. لا تحصر مجالات الدراسة على الكلية اللي أمام بيتكم، أو الكلية اللي في مدينتكم، أو الكلية اللي درس فيها قريبك أو أخوك أو... لا لا لا، غير صحيح. المجالات الدراسية لا حصر لها، لا حصر لها، كثيرة جدا. واليوم ولله الحمد تنوعت أشكال الدراسة، ففي الدراسة النظامية في الجامعات، في الدراسة عبر التقنية، في الدراسة بأشكال كثيرة جدا. سوف تجد لك بإذن الله المجال الدراسي المناسب لك، وتجد المهنة المناسبة لهذا المجال، وتجد ما يناسب عالمك الداخلي مشيئة الله. طيب، نحن الآن حددنا مجالنا، ننتقل للخطوة الثانية وهي خطوة التركيز. وهذه الحقيقة من الخطوات الصعبة، لأنها تحتاج تربية عالية للنفس، ضبط عالي للنفس، حتى أستطيع أن ألزم نفسي وأعسفها وأرغمها أن تستمر في هذا الطريق ولا تحيد عنه كل معرض عارض من العوارض. التركيز هي قضية ذهنية ونفسية وحياتية عموما.
التركيز الذهني له طرائق وله أدوات وله تمارين تساعدك. التركيز النفسي كذلك يحتاج تربية عالية النفس وضبط واهتمام بها ومراغمة ومدارات وتدريب عالي حتى تستطيع أنك توجه نفسك ويعني تضبطها على هذا الطريق. لماذا نركز؟ لأن التركيز يعطيك قوة مكتسبة. حقيقة الإنسان المركز لديه قوة مضاعفة، قوة معرفة المجال وقوة الاستمرار فيه، وهذه الميزتين تجعل يتفوق على أي شخص آخر يتنقل بين المجالات ولا يركز عليها. أيضا تجعله ينتمي لهذا المجال، والإنسان لما ينتمي إلى مجال المجالات يصبح فيه شغف واهتمام عالي بهذا المجال. الإنسان المنتمي يوجد في داخله طاقة قوية تحركه وتدفع دفعا نحو الاستمرار في هذا المجال وعدم الانصراف عنه. أيضا من الأشياء اللي تعطينا إياها قضية التركيز توحيد الهم. همك موحد في هذا المجال وهذا المنطقة من المعرفة وليس متوزع في غيرها. طيب كيف أركز؟ هناك مجموعة خطوات التركيز. أول خطوة انتهينا منها وهي خطوة حدد. حددت المجال، بعد أن أحدد أتعلم. التعلم في أي مجال مجالات مستويات. في التعلم النظامي، أنا ألتحق بكلية، بجامعة، بمعهد، بأكاديمية، وأدرس فيها لدى المختصين، وأختبر وأجتاز مادة تلو مادة تلو مادة حتى ألم بهذا المجال وأحصل على وثيقة رسمية تفيد بأنني درست هذا المجال بطريقة نظامية منهجية واجتزت المعرفة التي فيه. هذه طريقة من طرق التعلم. من الطرق أيضا للتعلم التعلم الذاتي، أن يصنع الإنسان مشوار التعلم أو مسيرة في التعلم بنفسه، لا يكتفي فقط بالدراسة. الاطلاع الذاتي، الاطلاع الذاتي في التقنية، في الإنترنت، في الكتب، في حضور المحاضرات، في الاستماع المواد الموجودة، في الدخول في 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 الكورسات أو المواد أو الفصول المتاحة في التقنية، في الإنترنت، في أماكن كثيرة. بناء الذات من خلال التعلم الذاتي. التعلم الذاتي سمة رئيسية لدى المختصين، لأن المختص بعد فترة سيجد أنه لا يحتاج إلى أن يلتقي بغيره لكي يتعلم منه، أصبح لديه الملكة على التعلم، وبالتالي أصبح مشوار التعلم الذاتي الآن هو الاستراتيجية الحياتية التي يركز عليها وينطلق فيها. الخطوة التي تليها بعد أن أتعلم، حددت مجالي، تعلمت فيه، الخطوة التي تليها أعمل في هذا المجال، ومارس عمل تطبيقي. وإحنا يمكن في البداية ذكرنا الكلام هذا، لكن حتى تتمكن من تخصصك وتكون مختص بارع وقوي، بعد أن تحدد المجال وتتعلم هذا المجال، وللعلم قضية التعلم مستمرة تبدأ ولا تنتهي، انتقل الآن إلى مرحلة العمل، التطبيق العملي في هذا المجال. وحقيقة أن التطبيق العملي هو صورة متقدمة من صور التعلم. الإنسان الذي يعمل في مجال في الحقيقة هو يتعلم في هذا المجال أكثر بكثير مما يقدم لغيره الفائدة. واسألوا الناس أصحاب الخبرات كيف أنهم تعلموا بشكل عميق وأصبحت المعرفة راسخة لديهم من خلال التطبيق والممارسة. طيب بعد أن حددت مجالي ثم تعلمت هذا المجال ودرسته ثم عملت فيه، تأتي المرحلة التي تليها في بناء نفسك كمختص، أن أتابع ماذا يطرح في هذا المجال. العلوم اليوم والله الحمد أصبحت متجددة، وأصبحت كل فترة فيها شيء جديد وجديد. قرأت عن أحد العلوم، هو مجال مجالات التقنية، أن كل 18 ساعة فيه شيء جديد في هذا المجال. معناها إذا في 18 ساعة مرت عليك ما تابعت المعرفة، فاتك جزء من المعرفة في هذا المجال. هذا الطرح موجود، وهذا دليل أن المعرفة اليوم أصبحت كثيرة وكثيفة وغامرة، فيجب على الإنسان يكون متابع. طيب كيف يكون متابع؟ في مجموعة أفكار في متابعة المجال، أي مجال من المجالات. أولا الفعاليات، الفعاليات ذات علاقة بالمجال، أيا كانت هذه الفعاليات، معارض، منتديات، ملتقيات، محاضرات، أيا كانت، متابعة هذه الفعاليات تساعدك. أيضا العضويات، أن تكون عضو في الجهات العاملة في 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 المجال. حضور المناسبات ذات علاقة بالمجال، متابعة الإصدارات التي تنتج من أشخاص مختصين أو من جهات مختصة، الاحتكاك بالشخصيات البارزة في هذا المجال ومصاحبتها وزيارتها والحديث معها واللقاء بها ونقاشها،
هذا ما يساعدك في قضية متابعة المجال. أخيرا متابعة الإنتاج في هذا المجال سواء مرئي أو مسموع أو مقروء. الخطوة الأخيرة في بناء أنفسنا كمختصين هي المشاركة. حددنا، تعلمنا، عملنا، تابعنا، الآن نشارك. كيف نشارك؟ نشارك نقصد بأنك تتحول من قضية المتلقي إلى المعطي، ذكرناها. كيف تشارك؟ شارك بالكتابة، اكتب، حاول تكتب. طبيعي سوف تكون بدايتك في الكتابة بدايات غير جيدة، بدايات أقل من المأمول، لكن بالمرار سوف تتحسن، بالاستمرار سوف تكون أفضل مع الوقت بإذن الله. أيضا التدريب، حاول أن تكون جزء من المدربين في مجالك، من المعلمين لغيرك في المجال. اللقاءات، نظم لقاءات، شارك في اللقاءات، قدم أوراق عمل، حاول تنوب أحد البارزين في تقديمه لبرنامج، تقديمه لمحاضرة، تقديمه لدورة تدريبية. في وسائل التواصل الاجتماعي اللي متاحة اليوم وتساعدنا على أن نشارك معرفتنا مع الآخرين، اجعل لك صفحة متخصصة في مجالك واطرح فيها المعرفة التي لديك، واطرح فيها ما تريد الحديث مع الآخرين عنه. أخيرا الأبحاث، أرجوك قدم بحث، حاول تتعب على معرفة من المعارف وتدرسها وتمعن النظر فيها ثم تطرح هذه المادة، سيكون لها صدى كبير وسوف تكون من البارزين في مجالك والمعروفين والمؤثرين فيه. التخصص رحلة تبدأ ولا تنتهي، التخصص هو قيمة وتدين ورحلة نجاح نحتاجها جميعا. بالتخصص أنت تستطيع أن تكون من المؤثرين، تكون من القادة، تكون من الناجحين، تكون من المصلحين في هذا المجتمع. بالتخصص أنت تخطط لك قيمة عالية في مجتمعك. كلمة المختص ليست مثل كلمة غيره. تستطيع اليوم أن تبدأ أيا كان عمرك، أيا كان مستواك الوظيفة، أيا كان مستواك التعليمي، تستطيع أن تبدأ اليوم لتكون بكرة أفضل وبعد أفضل وبعد سنة أفضل وبعد سنتين أفضل مشيئة الله. فقط ابدأ، فقط ابدأ. جزاكم الله خير، شكر الله لكم. أرجو أن يكون هذا اللقاء لقاء خفيف فيه فائدة وفيه إن شاء الله معرفة للجميع. أرجع وأشكر حساب آيات جزاهم الله خير على الدعوة الكريمة، وأشكر كل من تابع وكل من سأل وكل من أرسل وكل من تواصل، ونسأل الله عز وجل أن يكون فيما قيل الخير والفائدة والنفع لنا جميعا، وأن نكون من يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن نكون من يتعلم العلم يبتغي به وجه الله عز وجل ويبتغي به نفع مجتمعه وأمته ووطنه، وأن يساهم في نشر الخير، وأن نكون منارات خير نشع النور والخير لمن حولنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. سبحانك الله وبحمدك وتبارك سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.